معاكم عزوز مونجي واسعد الله صباحكم بكل خير. النهاردة عنوان الفيديو جديد، هتكلم عن فوائد البيض المسلوق. راح اقول لكم فوائد البيض المسلوق ده بيعمل ايه صحيا ورياضيا وجسميا. بس قبل كل حاجة ياريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل جرس، وياريت يا جماعة الكل يشترك بجد ويعمل تفاعل بجد، لان المشتركين عندي كل ما يشترك واحد ينقص واحد، وكل ما يشترك فجأة ينزل 5 مشتركين عندي، ولا ينزل مش عارف كم مشترك ينقص عندي. فالكلام ده منفعش. بعد كل الفيديوهات اللي بنزلها دي 1000 وشوية، الاف الاخر ناس جاية تهزر. فاللي بيحب قناة بجد ياريت يتفاعل فيها تفاعل كامل عشان الواحد يستمر، لان للأسف الشديد اصلا انا ما بقاش ليه نفسي ان انا انزل فيديوهات بعد التفاعل القليل اللي انا بشوفه ده. فالكلام ده منفعش. يعني انا عندي 900 وانا مش سمع لهم صوت. في ناس اشتركت وما سمعت لهمش صوت لحد دلوقتي، لكن في ناس اشتركت وعلقت باستمرار عندي لحد دلوقتي. وانا بشكر كل واحد بيشترك وبيعلق عندي باستمرار. الناس اللي اشتركت بقالها شهور وما عملوش لايكات ولا تعليقات حلوه ولا اي حاجه، عايز اقول لك انت هيبقى ليك لازمه ازاي؟ مش هيبقى ليك لازمه، هقول لك بالسلامه. اللي بيشترك عندي وبيتفاعل اشيلك فوق دماغي. طبعا عنوان الفيديو هنتكلم عن فوائد البيض المسلوق. طبعا فوائد البيض المسلوق يقول لك ان ده يعتبر غذاء كامل. ليه؟ يقول لك فيه فيتامينات مثل الفيتامين 6 وفيتامين مش عارف 12 وفيتامين مش عارف ايه، ويقول لك فيه كالسيوم والزنك والمش عارف ايه وحاجات كتير. فرقم واحد يقول لك اعتباره غذاء متكاملا، يعني ده يعتبر مكمل غذائي. رقم اتنين بتحسن صحة الدماغ، بتزبط الدماغ. البيض المسلوق طبعا من غير زيت، البيض المسلوق اللي هو على المية، يقول لك بتحسن صحة الدماغ، بتزبط الدماغ. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة الحفاظ على صحة الجنين، يعني لو انت مثلا حامل، الكلام ده طبعا عفوا لو دخلت في الموضوع ده، الحفاظ على صحة الجنين. لو انت مثلا حامل، فالبيض المسلوق ده بيحافظ على صحة الجنين. يعني بقول لك يحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الضروري جدا للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والصعر لدي المرأة الحامل. يعني البيض المسلوق ده عامل شغل جامد، بينفع للرياضة ولكمال الأجسام وللصحة ولكله. ورقم أربعة بيقول لك منع فقر الدم. فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء مش عارف ايه وايه. فهو البيض المسلوق ده مفيد جدا جدا صحيا وجسميا ورياضيا وكله، وكمان لصحة الجنين لو انت مثلا حامل. رقم خمسة تقوية العظام. فعلا البيض المسلوق بيقوي العظام. لو مثلا عظامك ضعيفة، فالبيض المسلوق يعتبر مكمل غذائي بيقوي العظام. لو عندك مشكلة المفاصل مش عارف ايه بايظة او مثلا ضعيفة، فالبيض المسلوق يقول لك بيزبط معها الدنيا، بيزبط لك الدنيا. ده رقم خمسة تقوية العظام، اللي هو يقول لك ويلعب دور اساسيا في تكييف الانسجة للعظام، ويقوي من تلاحمها، وبالتالي مش عارف ايه يعالج مشكلة تركك العظام وضعفها. زي ما قلت دلوقتي ان بقوي العظام، يعني لو انت عندك ضعف في منطقة العظام. طبعا رقم ستة تعزيز صحة الجلد.
يعني ايه تعزيز صحه الجلد؟ الجلد ده الجلد اللي في جسمك، يعني بقول لك بيحتوي على نسبه عاليه من مواد المضاده الاكسده، وهي مواد تعمل على معادله الجذور الحره بالجسم، تساعد على محافظه على صحه الجلد والحصول على جلد صحي والبصره نضره وصحيه، بتخلي يعني الجلد بتاعك يبقى حلو. يعني رقم 7 بناء عضلات. طبعا بالنسبه للناس اللي بيلعبوا كمال اجسام البيض مهم، حتى في ناس كمال اجسام بياكلوا 5 بيضات قبل ما يتمرنوا، بياكلوا 5 بيضات، يعني مثلا واحده سفر ومثلا 5 بيضات بياض البيض، وفي بياكلوا 10. يعني بقول لك من المأكولات المتبعه اللي هي بناء عضلات، ويقول لك بتعمل على بناء عضلات الجسم بشكل سليم. رقم 8 تنظيم الكوليسترول. الكوليسترول يوفر البيض المطلوب نوعين من الدهون الجيده والمعروفه بالدهون الاحاديه مش عارف ايه وايه، يعني بينظم الكوليسترول اللي عندك. رقم 9 تحسين الرؤيه. بتحسن الرؤيه لو كانت انت ما بتشوفش كويس، اللي هو تحسين الرؤيه يحتوي بياض البيض على ماده اللوتين، وهي مفيده للغايه في منع الدمور البقعي والحد من خطر العدسة عندك العين لما تكون ضعيفة، فيقول لك لازم تأكل بيض مطلوب. رقم 10 خسارة الوزن. رقم 10 خسارة الوزن البيض المطلوب. ازاي؟ يقول لك ان تناول بيضة على الافطار يساعد الاشخاص على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، ويقلل من مقدار الطعام اثناء اليوم. يعني مثلا هتخس ازاي؟ لو انت يقول لك خساره الوزن، تاكل بياض البيض، تاكل بياض البيض مثل صفار البيض. الصفار البيض يقول لك فيه يعني بيتخن شويه للي عايزين يبنوا عضلات وكده. بياض البيض يساعد على خساره الوزن، وكذا هو العشر حاجات. فالبيض المطلوب عامل شغله جامد جدا، يقول لك بيحافظ على صحه الجنين وخساره الوزن والكوليسترول، وبيحسن الرؤية وبيبني عضلات. طبعا هو مهم للعضلات، وبتعزز صحة الجلد البصرة عند البنات او الستات وكده، وبتكون العظام. فالافضل في نهاية الفيديو بعد الكلام ده، عايز اقول لكم في نهاية الفيديو البدري في كمال اجسام تاكل كم حبة؟ هتاكل 5 بيضات، واحدة صفار البيض و4 بياض البيض، واحدة فيها صفار البيض مع البياض و4 بياض البيض. ده لو انت هتلعب كمال اجسام وتشيل اوزان. لكن تاكل كم حبة يوميا؟ تاكل ممكن حبتين يوميا او 3، واحدة فيها صفار و2 فيها بياض. بشكل عام اللي عايز ياكل البيض مطلوق، البيض مطلوق مهم جدا جدا. وعايز اقول لكم اذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس، ويا ريت الفيديو ده يا جماعه يكون فيه تفاعل كبير، مش معنى ان المشاهده تزيد وخلاص، لا، عايز ده الفيديو ده يفجر لايكات وتعليقات واشتراكات، بما انه انا بنزل حاجات فيها نفع وحاجات مفيده، واهو وادينا اتكلمت عن فوائد البيض المطلوق، وقد هو عنوان فيديو فوائد البيض المطلوق. وشكرا لكم.